هذه الوقفة كتنظم من طرف هيئات حقوقية ونسائية ونقابية مختلفة اللي بمناسبة ديال 8 مارس اللي هو اليوم العالمي للنضال النسائي واليوم العالمي من أجل حقوق المرأة، واللي كيجي هذا العام في واحد الظروف اللي كنعرفوا بان الارقام اللي كتعلق يعني بوضعيه النساء هي ارقام جد كارثيه من ناحيه الشغل، من ناحيه الصحه، من ناحيه ايضا الهدر المدرسي، من ناحيه الحقوق المدنيه كتزوج للطفله الصغيرات، وايضا العنف اللي رغم وجود القانون ما كانش يعني تغير في الاوضاع ديال النساء ضحايا العنف. وهذا الشيء كله يعني كيجعل ان هذه التنظيمات وغيرها من التنظيمات اللي كلها كتخلد هذا اليوم كتغتنم هذه الفرصه باش تاكد بانه هذا اليوم مناسبه لتجديد العهد على النضال المستمر، لان المستقبل ديال الشعوب كلها هو مستقبل النساء ديالها، وان المغرب لن يخرج من التخلف ولن يخرج من هذا الوضع الاوضاع الكارثيه اللي كنعرفوها لا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا ولا غيرها بدون يعني حل المعضله النسائيه المتعلقه بتحسين شروط النساء وتحسين شروط اوضاع النساء وتمكين النساء من كافه الحقوق ديالهم بما فيها المشاركه في القرار السياسي والمشاركه في جميع مناحي الحياه العامه. نوجه تحيه خاصه للاستاذات اللي حاضرين معنا اليوم والاستاذات اللي كيقوموا بنضالات اسطوريه على بعد البلاد. بالنسبه لنا احنا كنساء نقابيات كنحييو هذا النهار هذا بالوضع ديال العاملات موظفات مستخدمات، وباش كذلك نسمعوا الصوت ديال النساء الكادحات، لان هذه محطه لاسماع صوت المقهورات وليست محطه فولكلوريه للاحتفاء بها بشكل عادي. بالنسبه لنا كقطاع فلاحي هناك عاملات زراعيات اللي كيعيشوا اوضاع يعني مزريه، اللي ما فيهاش احترام ديال مدونات الشغل، ما فيهاش ابسط شروط الكرامه في الضيعات الزراعيه اللي اغلبها يعني هما باترونا اجانب او مغاربه، ولكن ما كيحترموا لا قانون الشغل لا حتى شي حاجه. كذلك بالنسبه للموظفات والمستخدمات، حنا حيينا هذه السنه هذه يعني 8 مارس بشعار لا للعنف في اماكن العمل، خاصه وان القانون ديال العنف اتجاه النساء اعتبرنا بان فيه نواقص ما كتشملش، ما فيهش اجراءات وقائيه لحمايه النساء من العنف في اماكن العمل، وخاصة كنربطوها كذلك بمنظمة العمل الدولية اللي كتناقش اتفاقية دولية لحماية النساء، واللي للأسف احنا المغرب مازال ما صادقش عليها. فكتنظيمات نسائية نقابية هذا هو الشعار ديالنا هذه السنة، وغادي نزيدوا نستمروا في العمل حتى نفرضوا على الحكومة المغربية باش تصادق على هذا القانون ديال العنف في منظمة العمل الدولية لحماية النساء من العنف في أماكن العمل.